وأشار رئيس السيسي إلى أوضاع السكك الحديدية قبل ذلك وحال محطات وخطوط السكك الحديدية وما تعرضت له من إهمال بسبب الظروف التي كانت تتعرض لها. كما أكد رئيس السيسي أن الحكومة كانت تعي جيدا أن التطوير سيسبب معاناة للكثيرين، مضيفا أن الخيار الأفضل هو المعاناة من أجل تطوير الدولة وضمان تسليمها للجيل القادم على أفضل وضع. ثالث مرة بقولها، اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده وكناش عارفين ان احنا هنعاني منه. لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى، ولا حتى لابنائنا، يمكن اللي بنتكلم على احفادنا مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا. ده احنا يا دوبك كده بنحط الدولة على الخط مش كده يا دكتور؟ الدكتور مصطفى بيقول لي اول الطريق. طب احنا كنا فين؟ يعني اذا كنا اللي احنا بنعمله ده اول الطريق، طب اللي احنا كنا فين؟ هي دي القضية، ان احنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده على مدى السنين اللي فاتت تصورنا ان هو ده الطبيعي. لا، اللي انتوا كنتوا عايشين فيه ده مش طبيعي خالص لأي حد، واحنا ما نعرفش كمسؤولين امام الله اللي هيحاسبنا ان احنا نبقى فاهمين حاجه وما نعملهاش عشان خايفين على يعني الناس تبقى تقول يعني ظلمونا وتعبونا لا، احنا نتعب لبكره